مستمعينا الأحباء ومتابعينا الكرام، بلا شك أنه الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي راح يساعدنا في تحقيق جزء كبير من رؤية عمان 2040، وراح يساعدنا أيضا على إكمال مسيرة التنمية والبناء التي قادها السلطان الراحل خلال 50 عام، وتوفير البيئة الداعمة لهذه البحوث والابتكار راح يمكننا أيضا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة القادمة. مستمعينا، في هذه المحطة راح نستعرض مسيرة الابتكار اللي مرت بها السلطنة من بداية النهضة والتغيرات المختلفة اللي أيضا خاضتها خلال 50 عاما ماضية. ويسعدني أن تنضم لي ضيفتي عبر الاتصال دكتورة زهرة بنت راشد الرواحية، مدير دائرة بناء القدرات الابتكارية والبحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. أهلا وسهلا بك دكتورة زهرة، صباح الخير. صباح الخير، صباح النور، وأهلا وسهلا بك، وكل عام وأنتم بخير وعماننا الحبيبة في تقدم وازدهار. أنت بخير دكتورة زهرة. إذن نتحدث ونطلع معك على مسيرة الابتكار في السلطنة من بداية النهضة وحتى الآن. قبل ما نستعرض تفاصيل هذه المسيرة، ممكن نلقي نظرة بسيطة ونعطي المستمع الكريم أيضا إيش المقصود بالابتكار والبحث العلمي؟ ممتاز جدا. الابتكار هو إنتاج منتج جديد، أو في نفس الوقت في ابتكار اللي هو مثلا في العمليات، تحسين عمليات معينة مثلا في الصناعة أو في الإنتاج، وهلما جرى في نوع من الابتكار يقال عنه الابتكار الحكومي، وهو تحسين الإجراءات الحكومية وإجراءات عمل الأعمال. فالابتكار صار عنصر أساسي في جميع مؤسسات، سواء مؤسسات الدولة، سواء المؤسسات الخاصة، سواء في التعليم وغيره. فمنظومة الابتكار هي منظومة شاملة، فإحنا نعتبره صراحة أو نعرفه أنه هو الضياء اللي ينير الطريق أمام الأمم والمؤسسات الصامحة. ولله الحمد والمنة، فعمان تتقدم كل ثقة من خلال طبعا التوجيه والاهتمام السامي لمولانا صاحب الجلالة سلطان هيثم. في أول كلمته وضع الابتكار في سلم الأولويات الوطنية. صحيح. كما تعلمون أيضا رؤية عمان 2040 تهدف أن تكون السلطنة في مصاف الدول المتقدمة، ولن نصل لمصاف الدول المتقدمة إذا ما تمكننا من الابتكار في جميع أمور أعمالنا، يعني كمجتمع عماني، وطبعا مؤسسات الدولة المختلفة جميعها صراحة تبذل جهود كثيرة لتحقيق نهضة عمان المتجددة. وهذه النهضة مبنية أصلا على الابتكار والتحول الاقتصادي المبني على المعرفة، اللي يعتمد أكثر شيء على المعارف والبيانات أكثر من اعتماده على موارد الطاقة اللي هي النفط وغيرها. فمسيرة الابتكار في السلطنة صراحة يعني متجذرة في ثقافة السلطنة بنفسها منذ الأزل. فالابتكار كان موجود وواقع في عمان من آلاف السنين، هو اللي نشوفه مثلا في هندسة الأفلاج، القلاع والإبداع في تصميمها وتقنيتها، وأيضا في صناعة السفن والإنجازات البحرية اللي تمت في العصور القديمة. فصراحة العمانيين بطبيعتهم مبتكرين مبدعين، ونطمح بأن نكون إن شاء الله ونصل قريبا لمصاف الدول المتقدمة بتمكين الابتكار في الدولة بإذن الله تعالى. نعم بإذن الله تعالى. إذن لما نتكلم عن مسيرة الابتكار في السلطنة دكتورة زهرة، إيش هي أبرز الملامح اللي ممكن نذكرها، ملامح التغيير اللي توضح لنا أنه هناك فعلا حدث تطور كبير وحدث تغيير كبير أيضا في هذا المجال؟ إذا ينا كذا نمر مرور سريع على 50 سنة. طبعا كان أول شيء عام 86 بإنشاء جامعة سلطان قابوس، الجامعة الوطنية اللي بيها تخصصات راقية جدا متعددة في التخصصات، ممكنة للبحث العلمي والابتكار. ومن ثم كان إنشاء مجلس البحث العلمي في عام 2005، وطبعا بدأ الاهتمام بتمكين البيئة الداعمة والممكنة للابتكار، وأيضا توفير الدعم المالي والاستشاري لجميع المؤسسات سواء المؤسسات البحثية أو الجامعية
لتمكين البحث العلمي والابتكار في مؤسساتهم. والهدف الأساسي أصلاً من تمكين الابتكار والبحث العلمي هو إيجاد قيمة مضافة. هذه القيمة المضافة تخدم الأعمال التجارية، الأسواق، وأيضاً احتياجات المجتمع الوطني. وطبعاً في عام 2011 تم التركيز أكثر على الابتكار بإنشاء أمانة مساعدة للابتكار، بحيث أنها تكون هي الذراع الميسر والممكن للابتكار في السلطنة، وتولت عدة مهام. فأسفل في بعض المهام، مثلا المهمة الأولى كانت تحت شعار في صميم الابتكار. وعانت هذه المهمة بغرق تقاخ الابتكار في ربوع السلطنة المختلفة، وأيضا قامت ببناء القدرات الفردية والمؤسسية، ومكنت البيئات بإنشاء عدد كبير من البرامج الهادفة إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع مبتكر. فمثلا على عجالة أذكر لك بعض البرامج اللي قام بها سابقا مجلس البحث العلمي، وحاليا مثلا مع الوزارة، وحاليا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تمكين الأفراد وأفكارهم الابتكارية، فبرنامج خاص ببرنامج الابتكار الفردي، وهو تحويل الأفكار اللي عند الشباب العماني واستثمارها وتحويلها إلى منتجات وطنية ذات قيمة تعود الاقتصاد الوطني بمنفعة. وأيضا برنامج آخر هو برنامج الابتكار التعليمي بالتعاون مع مؤسسات التعليمية، فكان لدعم السياسات التعليمية بحيث أن السياسات هذه تكون مركزة على مفاهيم البحث العلمي والابتكار. وتم من خلال هذا البرنامج إنشاء مجموعة من حاضنات الابتكار في المدارس اللي صارت كبيئة داعمة لطلابنا للتجريب على أفكارهم وإنتاجها كمنتج أولي. وفي برنامج آخر هو برنامج الابتكار الأكاديمي، وكان معنى بتحويل المشاريع البحثية الجامعية إلى قيمة اقتصادية، وأيضا تمكين طلاب الجامعات والباحثين من تأسيس شركات ابتكارية لمخرجاتهم. وعدة صراحة شركات قائمة الحين كانت كمخرج من برنامج الابتكار الأكاديمي. طبقت جامعة السلطان قابوس مجموعة تقريبا 5 شركات رائدة حاليا وتغذي الاقتصاد الوطني كمخرج من منتجات هذا البرنامج. أيضا في برنامج آخر كان الابتكار الصناعي، واستقل كمركز الابتكار الصناعي حاليا في مدائن، وهذا يهدف إلى حل المشكلات الصناعية بطرق إبداعية، وفي نفس الوقت التشبيك بين المؤسسات الصناعية والمؤسسات الأكاديمية لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الصناعة. هذا أحد. قمنا أيضا بإعداد ودعم مكاتب لنقل وتوطين التكنولوجيا، هذا لتسريع عملية الاستفادة من الابتكارات وبراءات الاختراع وغيرها. ممتاز. المهمة الثانية مثلا كانت إنشاء مجمع الابتكار مسقط. فمرسوم سلطاني تم إنشاء مجمع الابتكار مسقط وتعريفه كأول منطقة عمانية علمية حرة لدعم البحوث والابتكارات. فطبعا مجمع الابتكار المسقط هو بيئة داعمة للابتكار والمبتكرين، ويعد أيضا كأنه خارج طريق لاستقطاب الشركات الاستثمارية الكبيرة اللي فعلا شركات عبارة عن شركات ابتكارية، بحيث شبابنا يستفيدوا من خلال الحاضنات اللي هتوفق في مجمع الابتكار المسقط نفس مكان تواجد هذه الشركات الابتكارية العملاقة. وأيضا يوفر مسرعات الأعمال بحيث الشباب المبتكرين ابتكارهم يقدر يروح يعني يرى النور بشكل نوعا ما أسرع بطريقة أخرى، مع أيضا توفير ورش عمل وتصنيع وأهل المجارة. المهمة الثالثة كانت طبعا إعداد الاستراتيجية الوطنية للابتكار. جميل. وكانت تحت شعار إن نحن نظام ابتكار وطني فعال ومستدام. زين، فممكن لاحقا نتحدث عنه أكثر يعني. نعم. ممتاز. إذا أعتقد دكتورة زهرة من خلال ما شاء الله كل هذه النقاط اللي أنت ذكرتيها، أن السلطنة بيئة خصبة جدا للمبتكرين وتهيئ الشباب، أيضا أنه البيئة موجودة، الموارد موجودة، ما عليكم إلا فقط على بناء هذه الأفكار والسعي لتحقيقها والابتكار بمختلف أنواع، يمكن الصناعي أيضا مثل ما أنت ذكرتي، فأنواع مختلفة، هذه كلها ممكن تدعم مسيرة التنمية القادمة. فسؤالي لك دكتورة زهرة، يعني من خلال هذا الشوط الطويل اللي احنا قطعناه وهذه المؤسسات المختلفة اللي ظهرت أيضا لتعزز وتدعم مسيرة الابتكار، نظرتك المستقبلية لمسيرة الابتكار في السلطنة ماذا ترين؟ مستقبل عمان مستقبل عمان
مستقبل عمان طبعا مستقبل طموح جدا ان نكون في مصاف الدول المتقدمه مثل ما وضع في رؤيه عمان 2040. الرؤيه طموحه جدا ونحن جميعا صراحه في السلطنه الشباب ومؤسسات نسعى لتمكين السلطنه بحيث انها تتسارع وتصل الى افضل الدول المتقدمه. فالاستراتيجية تقوم على تحقيق مثلا اقتصاد وطني قائم على الابتكار بحيث التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد وطني يقوده الابتكار. وطبعا كتسهيل وتمكين لرؤية عمان 2040 كمسهل وميسر وممكن لرؤية عمان 2040 هو اللي هيكون الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة. حاليا ولله الحمد عندنا منظومة وطنية يعني واضحة وتوجد فيها رؤية موحدة وسياسة واضحة لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040. وأيضا المؤسسات المختلفة عندها خطط واضحة جدا لتطبيقها بحيث أنها تتمكن للانتقال من مستوى معين إلى مستوى متقدم. ممتاز جميل دكتورة زهرة. إذن من خلال هذه المسيرة راح نكمل سواء كان في الابتكار أو حتى في المجالات التنموية المختلفة في السلطنة، وهذا الشيء اللي احنا أيضا نركز عليه خلال الفترة القادمة، كل ما سيساعدنا على دعم مسيرة التنمية وأيضا تحقيق أهداف رؤية عمان 2040. هذه هي الجهود اللي احنا نركز عليها خلال الفترة القادمة. أيضا في الفترة القليلة القادمة من خلال أزمة كورونا وكوفيد 19 مجموعة من المراكز اللي تم إنشائها لتمكين يعني إحنا نسميها مراكز نمذجة مثل مركز صناع عمان ومراكز الأخرى الخاصة، لأن مراكز كثيرة جدا خاصة يمكن فوق 20 مركز لدعم المبتكرين لإنتاج منتجاتهم. قاموا لله الحمد بإنتاج مثلا جهاز تنفس صناعي إلكتروني يساعد الأوساط الطبية حالة العجز في الأدوات والأجهزة وقت الأزمة. أيضا أوجدوا لنا الكمامات الخاصة بالحماية من هذا الفيروس. صحيح. وأيضا قاموا بطباعة أشياء كثيرة جدا ثلاثية الأبعاد واستخدام مثلا تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي في تذييل الصعاب سواء في التعليم أو غيره، أو أيضا في مثلا في التدريب على حصول النفط وغيرها تستخدم تقنيات حاليا مبتكرة جدا جدا. وهذا كنوع من الجهود الوطنية وجهود شبابنا اللي قاموا أسسوا مؤسسات تخدم هذا التوجه أيضا. نعم ممتاز، بركة هذه الجهود الوطنية اللي من خلالها إن شاء الله نستطيع المضي قدما وتحقيق المزيد من الإنجازات على هذا الصعيد. كلمة أخيرة تحب توجهها دكتورة زهرة؟ شكرا جزيلا لكم وشكرا على الاستضافة وكل عام وأنتم بخير، وبإذن الله تعالى سنصل بعمان إلى مصاف الدول المتقدمة بإذن الله تعالى من خلال رؤية عمان 2040 وقدرات شبابها اللي أنا أثق فيهم بإنجازاتهم كبيرة، حققوا إنجازات كثيرة جدا كل ما مثلوا استطلنا في فعالية معينة أو مسابقة معينة أو جائزة معينة كانوا شرف لنا صراحة. فتوحيد الجهود وبإذن الله تعالى سنصل بعمان إلى مصاف الدول المتقدمة بإذن الله تعالى، وكل عام وأنتم بخير وعمان في تقدم ورخاء بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك إثراء برنامج اليوم الدكتورة زهرة بنت راشد الرواحية، مديرة دائرة بناء القدرات الابتكارية والبحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. شكرا لك دكتورة. جزاكم الله خير. شكرا لكم ويومكم سعيد.